رح نحكي اليوم عن الثقة، إنه نكون أشخاص بالوثق فيهم ونوثق بغيرنا أمر كتير مهم. الثقة ضرورية بحياة كل واحد منا، نوثق بالبابا ونوثق بالماما لأنه منعرف إنهم بحبونا ومنعرف إنه مش ممكن يجدونا على شي مش منيح أو غير صالح. أما الثقة بين الأصدقاء لازم نشتغل عليها. تعاملنا مع الأصدقاء بشكل يومي بخلينا نتعرف إذا هن جديرين بالثقة، ونحن كمان لازم نكون أشخاص أمناء بنوثق فيهم، ولازم نتعلم نحفظ أسرار الناس. أهم ثقة موجودة هي الثقة والاتكال على الرب، لأنه معقول كل الناس يخيبولنا أملنا بالنسبة للثقة، أما الرب هو صادق وأمين وما بيخيب يلي بتكل عليه. ثقة بالرب مهمة، وثقة باللي عم قلكن إياه.